البرلمان هو المعبر الشعبي، التعبير الشعبي عن هذه الثورة. دكتور وحيد عم جيد، عضو مجلس الشعب والمنسق العام للتحالف، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. نورتنا النهارده في يوم مهم وإطلالة مهمة، بشكر حضرتك عليها وربنا يوفقكم. تاني بنواصل دعواتنا ليكم بالتوفيق والنجاح، فنجاحكم من نجاحنا بإذن الله. بشكرك يا رب جميعا إن شاء الله. بختم حلقة النهاردة مع حضراتكم، وغدا إن شاء الله حلقة جديدة بختمها كمان بتهنئة لزميلنا العزيز سامر عبد العزيز على زياد أول مولود ليه. اسمحوا لي إن أنا أستغل ختام الحلقة الأهنية، إن شاء الله ربنا يكرمه بيه كرم كبير. غدا موعد جديد وقصص جديدة، وكمان عندنا مفاجأة حلوة بفيديوهات جديدة. حتى حين هذا الموعد خليكم دايما فاكرين إن محطة مصر بإذن الله هتفضل سكتنا ليكم. إلى اللقاء.